السلام عليكم. اليوم جبت لكم وصفة ديال شراب الكركدي بعصير الحامض أو عصير الليمون. نبتة الكركدي الآن ولات كتباع عندنا في المغرب، هي هذه مجففة، هي مفيدة جدا للناس اللي كيعانيو من ارتفاع ضغط الدم. إذا نشوفوا الوصفة. إذا خصنا إلا خدينا كاس ديال الكركدي أو نبتة الكركدي، غادي نحتاجو لتر من الماء الساخن، وخصنا عصير حامضة اللي خففناه بنص كاس تاع الماء. للتحلية عندنا السكر، إما ناخدو كأس سكر أو اللي بغا يكون صحي ياخد العسل، يحليه بالعسل. إذا الطريقة هي أول شيء خصنا هالكركدي تغسل ويتسقطر، لأن نشلوه شوية نحيدو منه الغبرة لأن كاينة غبرة، ومن بعد كنديروه في إناء هنا وكبيت عليه لتر من الماء الساخن، وغنديرو على النار مدة نصف ساعة. إذا غنخليه يغلي مدة نصف ساعة، ومن بعد غنخليه يرتاح مدة ساعتين، عادي يمكن لينا نصفيه. الان غناخذ هاد الكركدي وغادي نصفيه. صفيه مزيان، وذلك نكونو حصلنا على مشروب الكركدي. هذا كركدي مركز، يعني الا بغيتو تشربوه غتخصكم تخلطوه مع الماء. هذايا تقدروا تحتفظوا به 15 يوم في الثلاجة في شي قرعة، كيبقى مزيان. اذا هاد مركز الكركدي خصنا نحليوه، بالنسبة اللي بغى يحليه، اللي بغى انقاص الوزن ما يديرش فيه السكر، واللي بغاه يجي حلو. اذا اما قلنا السكر، كأس سكر او هنا العسل، انا استعملت العسل، خديت ملعقتين من العسل. اذا هذا حليته. طريقه التقديم، الطبق خصو يكون بارد، غنجيب كاس، غناخذ قليل من الليمون الممزوج بالماء، غنضيف عليه كميه من الكركدي، ونخفوه بماء بارد. كاين اللي كيدير قطع الثلج اللي بغاه بارد بزاف. ها حنا وجدنا مشروب الكركدي بالليمون. نتمنى الوصفه تكون عجباتكم وتجربوها، لان هذا المشروب فعلا صحي.